بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 39. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ومعنى ذلك عند جماهير السلف والخلف أن الله وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. كما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. تقدم أن الشيخ رحمه الله ذكر أن هناك أشياء مشتركة بين الله ورسوله، وهناك أشياء خاصة بالله سبحانه وتعالى، وهناك أشياء خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر لذلك أمثلة، ومن ذلك الحسب بمعنى الكافي، فإنه خاص بالله، فلا تقول حسبي الرسول أو حسبي فلان، وإنما تقول حسبي الله، حسبنا الله، من يتوكل على الله فهو حسبه، حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله. فلا تقول حسبنا الله ورسوله، وإنما هذا خاص بالله. لكن جاءت آية ظاهرها أن الرسول يشترك مع الله في لفظة الحسب، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك. يا أيها النبي، هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، حسبك الله أي كافيك الله ومن اتبعك. فظاهر اللفظ أن الأتباع يشاركون الله في الحسب. إذا اعتبرنا أن الواو عاطفة على لفظ الجلالة، ولكن عند جماهير أهل العلم سلفا وخلفا أن الكلام فيه تقدير، حسبك الله ومن اتبعك، أي وحسب من اتبعك، حذف الثاني لأن الأول يدل عليه. فتقدير الكلام حسبك الله وحسب من اتبعك، الله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. وهذا وارد في لغة العرب بكثرة، كما في قول الشاعر: حسبك والضحاك سيف مهند، حسبك والضحاك، أي يكفيك ويكفي الضحاك، حسبك وحسب الضحاك سيف مهند، يتوعدهم بالسيف. وكان الأصل حسبك وحسب الضحاك بالكسر بالإضافة، لكن لما حذف المضاف نصب المضاف إليه فصار حسبك والضحاك، والأصل حسبك وحسب الضحاك سيف مهند. فدل على أن المراد بالآية ليس
ما فهمه بعض الناس في أن الحسب مشترك بين الله ورسوله، وإنما الحسب لله وحده، ومن اتبعك فيه مضاف محذوف، تقديره وحسب من اتبعك، وحسب من اتبعك. نعم. ومعنى ذلك عند جماهير السلف والخلف أن الله وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، كما بسط ذلك بالأدلة، كما بسط ذلك في الأدلة في غير هذا الموضع. نعم. وذلك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله في أمره ونهيه ووعده ووعيده. نعم، الرسل وسائط بين الله وبين عباده في تبليغ الوحي المنزل عليهم والشرائع المنزلة عليهم، فهم واسطة. ليس للناس أن يشرعوا من عند أنفسهم عبادات، وإنما يعملون بما بلغتهم الرسل عن الله سبحانه وتعالى. فالعبادات توقيفية لا بد أن يشرعها الله، والرسل يبلغونها للخلق، فهم واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالة، وليسوا واسطة بين الله وبين خلقه في قضاء الحاجات كما يقوله المخرفون، فإن من قال هذا فإنه مشرك، لأن قضاء الحاجات من الله وحده. فليس الرسل ولا الأولياء الصالحين ليسوا وسائط بين الله وبين عباده في قضاء حوائج الناس، وإنما الناس يطلبون من الله مباشرة، يدعونه مباشرة بحوائجهم ويسألونه حوائجهم، ولا يقولون أسألك بواسطة فلان أو بحق فلان كما سبق، هذا ممنوع، هذه الواسطة ممنوعة. فهناك واسطة مثبتة وهي وساطة الرسل في تبليغ الشرع، وهناك واسطة منفية وهي توسيط الرسل بين الله وبين عباده في قضاء حوائج العباد. ولهذا يقول الشيخ في موضع آخر: هناك واسطة من أنكرها كفر، وهناك واسطة من أثبتها كفر. فالتي من أنكرها كفر، توسط الرسل بين الله وبين عباده في تبليغ الشرع والوحي، فمن أنكر وساطة الرسل كفر. وهناك واسطة من أثبتها كفر، وهي أن يتخذ وسائط بين العباد وبين الله في قضاء حوائجهم وقبول دعائهم. نعم. وذلك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله في أمره ونهيه ووعده ووعيده، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. نعم، الحلال ما أحله الله ورسوله، بمعنى أن الرسول مبلغ عن الله، مبلغ عن الله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، فالمحرم في الحقيقة هو الله، ولكن الرسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. والدين ما شرعه الله ورسوله، وما لم يشرعه الله ورسوله فهو بدعة. نعم. فعلينا أن نحب الله ورسوله، ونطيع الله ورسوله، ونرضي الله ورسوله. نعم، فالمحبة نحب الله ونحب الرسول، والطاعة نطيع الله ونطيع الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول،
وكذلك نرضي الله ونرضي رسوله، نرضي الله بعبادته وحده لا شريك له واتباع أمره، ونرضي الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته والاقتداء به. نعم. قال الله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، أي يعني المنافقين يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه، فالله جل وعلا يستحق أن يرضى والرسول يستحق أن يرضى. نعم. وقال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قوله والله ورسوله أحق أن يرضوه، الضمير وإن كان مفردا عائد لله ولرسوله، والضمير والإشارة يجوز أن يعود بلفظ المفرد على أكثر من واحد، هذا في الضمير واسم الإشارة، فالضمير عائد إلى الله ورسوله أن يرضوه، أن يرضوا الله ويرضوا رسوله. نعم. وقال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالله يطاع والرسول يطاع. نعم. وقال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وجاءت طاعة الرسول مفردة، ومن يطع الرسول من أطاع، ومن يطع الرسول من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فجاءت طاعة الرسول مفردة، لأن طاعة الرسول طاعة لله سبحانه وتعالى، ومعصية الرسول معصية لله، طاعة الرسول طاعة لمن أرسله، ومعصيته معصية لمن أرسله. نعم. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، جاءت طاعة الرسول مفردة لأنها طاعة لله عز وجل، فطاعة الرسول طاعة للمرسل. نعم. وقال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هناك أشياء يحبها الإنسان محبة طبيعية لا يؤاخذ عليها، وهي أن يحب آباءه ويحب أبناءه ويحب إخوانه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم، يحب زوجته والزوجة تحب زوجها، وعشيرتكم، الإنسان يحب قبيلته، يحب قبيلته والعشيرته، وأموال اقترفتموها، الإنسان يحب المال، تحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير يعني المال لشديد، وتجارة تخشون كسادها، تحبون البيع والشراء والاتجار وتخشون الخسارة والكساد، هذه أمور يحبها الإنسان بطبيعته، ويحب بلده، يحب بلده ومساكن ترضونها، ويحب بيته، طبيعي، هذا طبيعي. حب، لكن لا يحب هذه الأشياء، يقدم محبة هذه الأشياء على محبة الله ورسوله، فإذا قدم محبة هذه الأشياء الثمانية على محبة الله ورسوله فهو مذموم ومتوعد، أما إذا أحبها ولم يقدمها على محبة الله ورسوله فإنه لا يلام. أحب، ولهذا قال: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، هذا تهديد لمن يترك الهجرة حبا لوطنه،
يترك الجهاد حبا لحياته وحبا لوطنه وأولاده، فيقدم محبة هذه الأشياء على طاعة الله ورسوله. فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره، هذا تهديد. فكون الإنسان يحب هذه الأشياء لا يلام على ذلك، وهذه محبة طبيعية. أما إذا قدم محبتها على محبة الله ورسوله، تأخر عن الجهاد، تأخر عن الهجرة، تأخر عما يرضاه الله ورسوله، فهذا مذموم. نعم. والشاهد في قوله أحب إليكم من الله ورسوله، فالمحبة مشتركة بين الله والرسول، فالله يحب محبة عباده، والرسول يحب محبة اتباع واقتداء. نعم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. نعم. الشاهد في قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فالله يحب والرسول صلى الله عليه وسلم يحب، وتكون محبة الله ورسوله مقدمة على سائر المحبوبات. وهناك محبة تابعة لمحبة الله، مثل محبة الصالحين والمؤمنين، هذه تابعة لمحبة الله ورسوله، وهي ما يسمى بالحب في الله. الحب في الله، فأنت تحب الله وتحب في الله. فمحبة الصالحين محبة في الله عز وجل. نعم. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فالإيمان له حلاوة، إذا ذاقها الإنسان لم يقدم عليها شيء. حلاوة في القلب، ما كل مؤمن عنده حلاوة الإيمان، فيه من هو مؤمن لكن ما وجد حلاوة الإيمان. فإذا وجد حلاوة الإيمان، هذه أعلى درجات الإيمان. لها علامة. ما هي علامة؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه علامة حلاوة الإيمان. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا يحبه من أجل مال أو قرابة، وإنما يحبه لله عز وجل، وهي المحبة في الله. وأن يكره أن يعود في الكفر، يعني يكره الكفر كراهية شديدة، حتى لو ألقي في النار أحب إليه من أنه يكفر. يعني إلقاؤه في النار مع ما في ذلك من الألم أحب إليه من الكفر، أنه يكفر بالله عز وجل، ويكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، فيكره الكفر كما يكره النار. هذا دليل على محبة، على حلاوة الإيمان في قلبه، يدل على حلاوة الإيمان التي خالطت بشاشة قلبه. نعم. وقد قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالإيمان بالله والرسول، والتعزير والتوقير للرسول، وتعزيره نصره ومنعه، والتسبيح بكرة وأصيلا لله وحده، فإن ذلك من العبادة لله. ذكر في هذه الآية الحقوق، فهناك حق مشترك بين الله ورسوله، وهو الإيمان بالله ورسوله، وهو المحبة
محبة الله ورسوله، لتؤمنوا بالله ورسوله. وذكر شيئا خاصا بالرسول، وتعزروه يعني الرسول وتوقروه، والتعزير هنا المراد به التوقير والاحترام والتقدير، لأن التعزير من الألفاظ المشتركة، يطلق ويراد به التوقير ويطلق ويراد به التأديب، ومنه التعزير في المعاصي يعني التأديب، والمراد هنا بالتعزير التوقير والاحترام. تعزروه يعني توقروا الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظموه وتحترموه وتعزروه وتوقروه. ثم ذكر الخاص بالله فقال وتسبحوه، يعني الله جل وعلا، تسبحوه أي الله جل وعلا. التسبيح حق لله ليس للرسول فيه شيء، فذكر الحقوق المشتركة، الحقوق الخاصة بالله، الحقوق الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية. نعم. فالإيمان بالله والرسول والتعزير والتوقير للرسول، وتعزيره نصره ومنعه، والتسبيح بكرة وأصيلا لله وحده، فإن ذلك من العبادة لله، والعبادة هي لله وحده، فلا يصل عبادة لله وحده، والطاعة تكون لله وتكون للرسول، المحبة تكون لله وتكون للرسول. نعم. والعبادة هي لله وحده، فلا يصلى إلا لله، ولا يصام إلا لله، ولا يحج إلا إلى بيت الله، ولا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة، لكون هذه المساجد بناها أنبياء الله بإذن الله. نعم. لا يجوز السفر للعبادة في مكان إلا إلى المساجد الثلاثة، المسجد الحرام، وهذا بناه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، والمسجد النبوي، وهذا بناه محمد صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى بفلسطين، وهذا بناه إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، وقيل بناه يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فهذه بناها الأنبياء، فلذلك امتازت على غيرها من المساجد في أنها يشرع السفر لأجل الاعتكاف فيها والصلاة فيها، فيها مزية على غيرها. أما ما عداها من المساجد فهي سواء، لا يخص منها مسجد، كلها سواء، ولا يسافر لأجل مسجد من المساجد، المسجد الأموي في الشام، أو المسجد، أي مسجد في الأرض لا يسافر له، المساجد كلها سواء، إلا هذه المساجد الثلاثة فإنها لها مزية على غيرها، لأنها مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. ولا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة، لكون هذه المساجد بناها أنبياء الله بإذن الله، ولا ولا ينذر إلا لله. النذر عبادة لله عز وجل، فلا ينذر للقبور والأضرحة والأموات كما يفعله القبوريون، وإنما ينذر لله عز وجل، لأن النذر نوع من أنواع العبادة، والعبادة بجميع أنواعها لا تصلح إلا لله، والنذر عبادة بدليل قوله تعالى يوفون بالنذر، مدحهم على الوفاء بالنذر، وقال تعالى وليوفوا نذورهم، قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فالنذر عبادة، ما دام أنه عبادة فلا يجوز النذر لغير الله، لا ينذر للقبور والأضرحة والأموات تقربا إليهم. نعم. ولا يحلف إلا بالله. نعم. ولا يحلف إلا بالله. ولا يحلف إلا بالله، قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا
قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل أو بصفة من صفاته أو اسم من أسمائه. نعم. ولا يدعى إلا الله. ولا يدعى إلا الله، دعاء العبادة والتضرع والخضوع. نعم. ولا يستغاث إلا بالله. ولا يستغاث إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كشفاء المرضى وإعطاء الأرزاق وغير ذلك. لا يستغاث في الشدائد والكروبات التي لا يقدر عليها إلا الله، إلا بالله عز وجل. أما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه فلا بأس، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فالاستغاثة بين الناس فيما يقدرون عليه لا بأس، أما الاستغاثة في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله فهي عبادة ولا تجوز إلا لله عز وجل. والاستغاثة أخص من الدعاء، لأن الاستغاثة إنما تكون عند الضرورة، تكون عند شدة الحاجة والضرورة. نعم. وأما ما خلقه الله سبحانه من الحيوان والنبات والمطر والسحاب وسائر المخلوقات فلم يجعل غيره من العباد واسطة في ذلك الخلق. نعم، المخلوقات كلها إنما هي أسباب، أسباب يوجد الله بها ما يشاء، فليست هي التي توجد من نفسها، وإنما الله هو الذي يجعلها أسباباً يوجد بها ما يشاء من الأرزاق والأمطار وغير ذلك، فهي أسباب فقط، لا أنها هي التي تحدث الأشياء بذاتها، وإنما يجعلها الله أسباباً، كما جعل السحاب سبباً للمطر والرياح سبب لإنشاء السحاب. ويجري الله على يد بعض العباد رزقاً أو خيراً، إنما هو سبب، ليس هو مستقل بذلك، إنما هو سبب جعله الله لإيجاد بعض الأشياء. نعم. وأما ما خلقه الله سبحانه من الحيوان والنبات والمطر والسحاب وسائر المخلوقات فلم يجعل غيره من العباد واسطة في ذلك الخلق، كما جعل الرسل واسطة في التبليغ، بل يخلق ما يشاء بما يشاء من الأسباب. نعم، فهذه لا يقال إنه وسائط، السحاب واسطة بإنزال المطر، والأرض واسطة بإنبات النبات التربة، إنما هذه أسباب، أسباب جعلها الله، إن شاء أنتجت وإن شاء لم تنتج، فهي بيد الله سبحانه وتعالى. ولا يقال إنه وسائط، كما أن الرسل وسائط في بما بين الخلق وبين الله في تبليغ الرسالة. هناك فرق بين الواسطة والسبب. نعم. بل يخلق ما يشاء بما يشاء من الأسباب، وليس في المخلوقات شيء يستقل بإبداع شيء. نعم، ليست المخلوقات تستقل بإيجاد الأشياء، إنما هي أسباب في إيجاد الأشياء إذا أراد الله سبحانه وتعالى. نعم. بل لا بد للسبب من أسباب أخرى تعاونه. نعم. ولا بد من دفع المعارض عنه، وذلك لا يقدر عليه إلا الله وحده. لذلك قد ينزل المطر ولا يحصل نبات، قد تكون الأرض خصبة وصالحة ويأتيها الماء والمطر ولا تنبت، لأن الله منعها من ذلك، فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى. قد يتزوج الإنسان ولا ينجب، لأن الله لم يقدر ذلك،
فليست الأسباب تستقل بإيجاد المسببات، وإنما هذا راجع إلى تقدير الله ومشيئته سبحانه وتعالى، وإلا فقد يجعل الله موانع للأسباب فلا تنتج، يجعل الله موانع تمنع الأسباب من الإنتاج. نعم. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم، هذه قاعدة وأصل من أصول العقيدة، ما شاء الله كان ولا أحد يمنعه، وما لم يشأ لم يكن، ولا يمكن لأحد أن يوجده أبدا. إذا منع الله شيئا فلا يمكن أن أحد يوجده مهما فعل، وإذا شاء الله وجود شيء فلا أحد يمنعه، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ما يفتح الله للناس فلا ممسك من رحمة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. نعم، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. لو اجتمع الخلق كلهم على أن يوجدوا شيئا لم يشأ الله وجوده ما استطاعوا، ولو اجتمع الخلق على أن يمنعوا شيئا شاء الله وجوده لم يستطيعوا منعه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله لك. فمرد الأمر إلى الله سبحانه، الأسباب إنما هي أسباب فقط، ليست هي التي توجد المسببات. نعم. بخلاف الرسالة فإن الرسول وحده كان واسطة في تبليغ رسالته إلى عباده، لأن الله أذن له بذلك، أرسله وأذن له بذلك، فهو واسطة بين الله وبين عباده. نعم. وأما جعل الهدى في قلوب العباد فهو إلى الله تعالى لا إلى الرسول. نعم، الرسول إنما هو مبلغ عن الله ويهدي إلى الصراط المستقيم، بمعنى يدل عليه، يدل للخلق على الحق. وأما الهداية، هداية القلوب، فهي إلى الله. هناك هدايتان: هداية الدلالة والإرشاد، وهذه يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويملكها أيضا العلماء يبينون ويرشدون. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الرسول يهدي هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وكذلك ورثة الرسل يهدون، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. وأما النوع الثاني وهي هداية القلوب، فهذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، لا الرسول ولا غيره يستطيع أن يهدي قلوب الناس. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هذا بيد الله سبحانه وتعالى. فالذي على الرسول وعلى أتباعه إنما هي هداية البيان والدلالة والإرشاد فقط. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم، يعني دللناهم، فاستحبوا العمى على الهدى. فالمراد بقوله هديناهم يعني دللناهم على الحق، ولكنهم لم يقبلوا. قال تعالى: وهديناه النجدين، دللناه على الخير والشر، بينا له وضحنا له. نعم. وأما جعل الهدى في قلوب العباد فهو إلى الله تعالى لا إلى الرسول، كما قال الله تعالى:
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. حرص الرسول صلى الله عليه وسلم حرصا شديدا على هداية عمه أبي طالب، حرص أن يقول لا إله إلا الله عند وفاته، حرص حرصا شديدا، ولكن الله لم يشأ أن أبا طالب يهتدي لأنه آثر الحق على الباطل مع علمه أن الرسول على حق، لكنه لم يتبعه من باب الحمية لدين قومه ودين عبد المطلب، من باب الحمية فقط. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. هذا من شعر أبي طالب. فالذي منعه الحمية والعياذ بالله، حمية الجاهلية، من أن يقبل الحق. فالله جل وعلا، الرسول حزن حزنا شديدا على أن عمه مات على الكفر، حزن حزنا شديدا، وقال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. نعم. وقال الله تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. إن تحرص على هداهم، على هدى الناس، الرسول حريص على أن الناس يهتدون، ويسوءه ويحزنه إذا لم يهتدوا، فلعلك باخع نفسك، يعني مهلكها، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحزنه من لم يؤمن، حرصا على الخلق ورأفة بهم، وكاد أن يهلك نفسه بطريق ذلك. فالله طمأنه وقال إن لعلك باخع نفسك على آثاره إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالهداية بيد الله، الرسول ما يملك إلا الدلالة والإرشاد، والله هو الذي يعلم من يستحق الهداية ومن لا يستحقها، حكيم يضع الهداية في موضعها ويضع الغواية والضلالة في موضعها سبحانه وتعالى. نعم، أعيد الآية. وقال تعالى إن تحرص على هداهم. إن تحرص على هداهم، الرسول حريص على هداية البشر، ويؤلمه جدا أن يموت الإنسان على الكفر. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. فلا تحزن عليهم، لا تحزن عليهم، الله أعلم، لو كانوا يستحقون الهداية لهداهم، لكن الله علم أنهم لا يستحقون الهداية ولا يرغبونها، بل يؤثرون الكفر، فالله حرمهم من الهداية. نعم. وكذلك دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واستغفارهم وشفاعتهم هو سبب ينفع إذا جعل الله تعالى المحل قابلا له. نعم، دعاء الرسل واستغفار الرسل ينفع بإذن الله إذا علم الله قابلية المحل لذلك فإنه ينفع. أما إذا علم الله أن المحل لا يقبل فإن استغفار الرسل لا ينفع. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، يعني المنافقين، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. السبب إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فهم حرمهم الله بسبب ظلمهم وإيثارهم الكفر على الإيمان، فالله حرمهم، نعم، بسبب أفعالهم.
نعم. وكذلك دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واستغفارهم وشفاعتهم هو سبب ينفع إذا جعل الله تعالى المحل قابلا له، وإلا فلو استغفر النبي للكفار والمنافقين لم يغفر لهم. نعم. قال الله تعالى: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، لأن الله يعلم أنهم غير قابلين لذلك، فلذلك لم يقبل الله فيهم شفاعة رسوله ولا استغفار رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما الرسل، أما استغفار الرسول للمؤمنين فإنه ينفعهم، استغفار الرسول ودعاء الرسول صلوات الرسول للمؤمنين ينفعهم ذلك لأنهم مؤمنون، أما الكفار فلا ينفعهم ذلك. نعم. وأما الرسل فقد تبين أنهم هم الوسائط بيننا وبين الله عز وجل في أمره ونهيه ووعده ووعيده وخبره، فعلينا أن نصدقهم في كل ما أخبروا به ونطيعهم فيما أوجبوا وأمروا، وعلينا أن نصدق بجميع أنبياء الله عز وجل لا نفرق بين أحد منهم. إذا علمنا وتيقنا أن الرسل أنهم وسائط بيننا وبين الله في تبليغ شرعه وأمره ونهيه، فإنه يجب علينا أن نطيعهم وأن نتبعهم فيما بلغوه عن الله سبحانه وتعالى، ولا يسعنا أن نخالفهم وأن نعصيهم، لأنهم مبلغون عن الله وبإذنه سبحانه وتعالى. ثم أيضا علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء، لأن من كفر بنبي واحد كفر بالجميع، من كفر بنبي واحد فإنه كافر بجميع الأنبياء، حتى النبي الذي يزعم أنه يؤمن به هو كافر به، لأن الرسل كلهم من عند الله عز وجل، فيجب الإيمان بهم جميعا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فنؤمن بهذا ونكفر بهذا، كما فعلت اليهود وكما فعلت النصارى، فإننا نؤمن. فالوثنيون والمشركون كفروا بجميع الرسل، واليهود والنصارى آمنوا بالبعض وكفروا بالبعض، فهم كفار مثل عبدة الأوثان. والمؤمنون آمنوا بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين بجميع الأنبياء والمرسلين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إيمان بجميع الرسل، أما من يؤمن ببعضهم ويكفر بالبعض فإنه كافر بالجميع. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وقد اعتدنا للكافرين عذابا أليما أو مهينا. فالحاصل أنه يجب الإيمان بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، من سمى الله منهم ومن لم يسمي، فإن الرسل منهم من سمى الله في القرآن
فنؤمن بهم بأعيانهم، ومن لم يسمه نؤمن بهم جملة، نؤمن بهم جملة، ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. نعم. وعلينا أن نصدق بجميع أنبياء الله عز وجل، لا نفرق بين أحد منهم. نعم. ومن سب واحدا منهم كان كافرا مرتدا مباح الدم. من سب واحدا من الرسل كان كافرا مرتدا. لو سب موسى أو عيسى أو يوسف أو يعقوب أو إبراهيم أو نوح أو هود أو صالح أو شعيب أو محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه مرتد عن دين الإسلام. لو أن مسلما سب أحد الرسل فإنه يرتد بذلك، فيجب قتله مرتدا عن دين الإسلام، مع أنه ما سب إلا رسولا واحدا، فكيف بالذي يسب جميع الرسل؟ كيف بالنصارى الآن الذين يسبون محمدا صلى الله عليه وسلم وينشرون له صورا مشوهة ويكذبون به عليه الصلاة والسلام، ويقال لنا تقاربوا معهم، تقاربوا مع الأديان الثلاثة، أديان الكفر والضلال والإلحاد، نتقارب معهم، نجمع بين الكفر والإيمان؟ حاشا وكلا. نعم. وإذا تكلمنا فيما يستحقه الله تبارك وتعالى من التوحيد، بينا أن الأنبياء وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من خصائص. نعم، هذا ذكرنا تكرر أن خصائص الله وحقوق الله لا يشاركه فيها غيره، لا نبي مقرب ولا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فالعبادة حق لله لا يشاركه فيها غيره، فلا يعبد مع الله أحدا، لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الأولياء والصالحين ولا من الجن والإنس ولا من الأشجار والأحجار وغير ذلك. العبادة حق لله لا يشاركه فيها غيره. نعم. أن الأنبياء وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من خصائص، فلا يشرك بهم ولا يتوكل عليهم ولا يستغاث بهم كما يستغاث بالله، ولا يقسم على الله بهم ولا يتوسل بذواتهم، وإنما يتوسل بالإيمان بهم توسل بالأنبياء بذواتهم أو السؤال بهم لا يجوز، أما توسل باتباعهم والإيمان بهم فهذا عمل صالح توسل به. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول اكتبنا مع الشاهدين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. توسل هذا إلى الله بالإيمان والأعمال الصالحة واتباع الرسول، هذا توسل مشروع. ما التوسل بذواتهم أو سؤال الله بهم فهذا لا يجوز، فكيف بدعائهم مع الله وإشراكهم مع الله؟ هذا أشد. نعم. وإنما يتوسل بالإيمان بهم وبمحبتهم وطاعتهم وموالاتهم وتعزيرهم وتوقيرهم ومعاداة من عاداهم وطاعتهم فيما أمروا وتصديقهم فيما أخبروا وتحليل ما حللوه وتحريم ما حرموه، لأن هذا من العمل الذي العمل الصالح الذي يتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. والتوسل بذلك على وجهين، أحدهما أن يتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء وإعطاء السؤال كحديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، فإنهم توسلوا بأعمالهم الصالحة ليجيب دعاءهم ويفرج كربتهم، وقد تقدم بيان ذلك. نعم، الثلاثة الذين أواهم الغار وانسدت عليهم سدت عليهم الصخرة الخروج منه، فوقعوا في شدة، انطبقت الصخرة عليهم فسدت المخرج، وهم في غار في جبل، وين يروحون؟ أين يذهبون؟
فلجأوا إلى الله بالتوسل بأعمالهم الصالحة، واحد توسل ببره بوالديه، والثاني توسل إلى الله بأمانته وحفظه لإجرة الأجير وإعطائه حقه، والثالث توسل إلى الله بعفته عن الحرام والزنا بعدما تمكن منه وتركه خوفا من الله. فلما توسلوا إلى الله بأعمالهم انفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. نعم. والثاني التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه، يعني التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة على قسمين: توسل إلى الله في شدائد الدنيا وكرباتها مثل ما وقع لأصحاب الغار، وتوسل إلى الله في الآخرة لطلب الجنة والنجاة من النار. نعم. والثانية التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه، فإن الأعمال الصالحة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة التامة إلى سعادة الدنيا والآخرة. ومثل هذا كقول المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. والمنادي هو محمد صلى الله عليه وسلم، لما دعاهم إلى الإيمان آمنوا به وصدقوه. نعم. فآمنا: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فإنهم قدموا ذكر الإيمان قبل الدعاء. نعم. ومثل ذلك ما حكاه الله سبحانه عن المؤمنين في قوله تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا، توسلوا إلى الله بالإيمان بأن يغفر الله لهم ويرحمهم، فاستجاب الله دعاءهم سبحانه وتعالى. نعم. وأمثال ذلك كثير. وكذلك التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته في حياته صلى الله عليه وسلم، يتوسل بدعاء، فيطلب من الرسول أن يدعو الله للشخص أو يدعو الله للناس عموماً، لأنه مجاب الدعوة عليه الصلاة والسلام، فهذا توسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك غيره من الصالحين، تطلب من أخلك في الله عبد صالح أن يدعو لك، لا بأس بذلك. نعم. توسل بدعاء الرسول أو بدعاء الصالحين في حال وجودهم وحياتهم لا بأس، هذا سبب من الأسباب. نعم. وكذلك التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، فإنه يكون على وجهين: أحدهما أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيدعو ويشفع كما كان يطلب منه في حياته وكما يطلب منه يوم القيامة. يعني طلب الدعاء والشفاعة من الرسول إنما هي في حياته صلى الله عليه وسلم في الدنيا، كما كان الصحابة يطلبون ذلك منه فيدعو لهم، أو في الآخرة، حياته في الآخرة، فإن العالم كلهم يتقدمون إليه ويطلبون منه أن يدعو الله لهم بفصل القضاء بينهم وإراحتهم من المحشر، فيدعو الله لهم فيستجيب الله دعوة رسوله. فطلب الدعاء من الحي الحاضر الرسول أو غيره لا بأس بذلك. نعم. إما في حياة الدنيا وإما في الآخرة. نعم. وكما يطلب، أما طلب الدعاء من الميت أو الشفاعة من الميت فهذا أمر لا يجوز. نعم. وكما يطلب منه يوم القيامة حين يأتون آدم ونوحا ثم الخليل ثم موسى الكليم ثم عيسى ثم يأتون محمدا صلوات الله عليهم وسلامه فيطلبون منه الشفاعة. نعم. الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى، المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هو الشفاعة العظمى يوم القيامة. نعم. الوجه الثاني، يكفي، نقف عند هذا.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الشيخ رحمه الله: والدين ما شرعه الله ورسوله، هل يجوز أن يسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشارع أو المشرع؟ نعم، بأمر الله. الرسول مشرع بأمر الله، هم من عنده، وإنما هو من عند الله، واسطة بيننا وبين الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل إرضاء الرسول عليه الصلاة والسلام مع الله خاص في حياته، وكيف يكون إرضاؤه الآن؟ خاص في حياته، إرضاؤه خاص في حياته عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول: هل يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الأعمال لنرضيه بذلك؟ هذا راجع إلى الأدلة، إلى الأدلة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال أمته فيسر بما كان منها حسنا، هذا ورد في بعض الأدلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل لحلاوة الإيمان درجات، بمعنى أن هناك حلاوة قوية في القلب وحلاوة ضعيفة في القلب؟ قد يكون هذا، نعم، قد تكون الحلاوة قوية وقد تكون دون ذلك، الناس يتفاوتون، وقد لا يدرك الحلاوة، من الناس من لا يدرك الحلاوة أصلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز محبة الأقارب إذا كانوا كفارا محبة طبيعية، وكذلك محبة البلاد الكافرة إذا كان المرء من تلك البلاد؟ هذه ما هي محبة دينية، ما يحبها من أجل الدين، إنما يحبها حبا طبيعيا لأنه نشأ فيها، يحب عشيرته وأقاربه وإن كانوا كفارا، محبة طبيعية ما هي دينية، ولذلك لا يقدمها على محبة الله ورسوله وعلى طاعة الله ورسوله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: التعليل بأن المساجد الثلاثة جاز شد الرحال إليها لأنه قد بناها الأنبياء، هل على ذلك دليل أو هو التماس للحكمة؟ أنت تشك أن إبراهيم هو اللي بنى الكعبة؟ الله ذكر هذا، هو ذكر الله أنه بوأ له مكان الكعبة وأنه هو الذي بناها. أنت تشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى مسجده؟ لا يشك أحد في هذا. تشكون أن بيت المقدس بناه إسحاق أو يعقوب؟ لا يشك أحد في ذلك، فهي لا شك أنها بناء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل مسجد قباء يفضل عن المساجد الأخرى؟ نعم، مسجد قباء له فضيلة، لكن لا تشد الرحال إليه، وإنما هو تابع للمسجد النبوي، فإذا زرت المسجد النبوي وصليت فيه يستحب أن تذهب إلى مسجد قباء تصلي فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يخرج كل سبت إلى مسجد قباء ماشيا ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هناك بعض الإخوان من يسافر لأجل أن يصلي التراويح خلف إمام معين في غير المساجد الثلاث، ويقول: أنا لم أقصد المسجد وإنما أقصد الصلاة خلف هذا الإمام لأن صوته ندي أو غير ذلك، فهل هذا مشروع؟ هذا يتلذذ بالصوت فقط، يتلذذ بالصوت، فهو يسافر لأجل يتلذذ بالصوت، هذا لا ينبغي، هذا غلو، وهذا غلو بالشخص، وأيضا قد يكون يدخله شيء من الإعجاب أو يدخله شيء من، فلا ينبغي مثل هذا. صلي الإنسان مع المسلمين في بلده وفي أقرب مسجد إليه، وأما مسألة الأصوات فهذه لا تكون سببا في أن الإنسان يسافر وأنه يشق على نفسه أو يكون قدوة للناس أيضا، ربما يصير هذا في المستقبل أنه يفتح بابا للناس يسافرون يصلون خلف فلان وفلان، ويكون هذا من البدع، تطور إلى بدعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما هو واجب طلاب العلم والأفراد تجاه السخرية أو تجاه سخرية بعض الكفار
برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإنكار، الواجب الإنكار عليهم والكتابة في بيان مخازيهم والتحذير من الميل معهم أو الدعاية للتقارب معهم، يحذر من هذه الأمور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يزور مقبرة أحد ومسجد القبلتين، هل هذه الزيارة مشروعة؟ زيارة الشهداء في أحد مستحبة، السلام عليهم، لكن بدون سفر. إذا قدمت إلى المدينة بقصد المسجد النبوي أو قدمت إليها لمهمة من المهمات أو لتجارة أو غير ذلك، يستحب لك أنك تصلي في المسجد النبوي وأن تزور البقيع وأن تزور قبور الشهداء، تسلم عليهم وتدعو لهم. نعم. مسجد القبلتين، أما مسجد القبلتين لا، ما له مزية. تسمية مسجد القبلتين هذا غلط، هذا غلط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يكون الحلف بصفات الله عز وجل؟ تقول ورحمة الله وقدرة الله وهكذا. نعم. وعزة الله، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، حلف بعزة الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما وجه تخصيص الله سبحانه الهداية حيث ذكرها في قوم صالح عند قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم؟ ثمود، وأما ثمود فهديناهم، يعني دللناهم على الحق وبينا لهم فلم يقبلوا فأخذتهم صاعقة العذاب الأليم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل دعاء الوالد لأبنائه بالهداية هل يعد هذا مستحبا أو أن الله قد كتب لهم الهداية من قبل أو الغواية من قبل؟ الدعاء لهم بالهداية أمر مشروع، هذا أمر مشروع، ولا يتكل على القدر ويقول الله إن كان قدر هدايتهم ما يحتاج دعاء وإن كان قدر ضلالهم ما ينفع الدعاء، هذا من الشيطان. الإنسان يدعو ويفعل السبب والنتائج بيد الله سبحانه وتعالى، والدعاء له مكانة عند الله سبحانه وتعالى. وإبراهيم عليه السلام دعا لذريته رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، دعا لذريته من بعده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل من المسلمين ناقش نصرانيا فسب النصراني محمدا صلى الله عليه وسلم، فقام المسلم فسب عيسى عليه السلام لإغاظة النصراني جاهلا أن هذا كفر، نعوذ بالله، فهل يعذر بجهله وماذا عليه؟ إذا كان جاهلا يبين له، يبين له أن هذا لو كان قاصدا له ومتعمدا له كفر، ولكن الجهل يدرى عنه الكفر حتى يبين له، فلا يجوز سب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في كتاب اسمه قواعد في توحيد الألوهية بأن قول الله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه لا تدل على جواز الاستغاثة فيما يقدر عليه المخلوق لأن هذا من شرع من قبلنا، فهل هذا القول صحيح؟ لا، هذا كلام جاهل أو كلام عالم، فلا يؤخذ هذا الكلام، لابد أن هذا عصري، ما هو لابد أنه عصري. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم دعاء صفة من صفات الله كان يقول يا وجه الله؟ لا، ما يجوز دعاء الصفة نفسها، إنما يدعى الله ويتوسل إليه بصفته فيقال يا أرحم الراحمين ارحمني، يتوسل إلى الله بصفته سبحانه وتعالى، يا رزاق ارزقني، وهكذا، فيدعو الله ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التوسل بالأعمال الصالحة هل هو مستحب أم واجب؟ نعم. يقول التوسل بالأعمال الصالحة هل هو مستحب أو واجب؟ ليس واجبا، وإنما هو غاية ما يقال إنه مستحب اقتداء بالصالحين الذين ذكر الله توسلهم بأعمالهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم هذا القول أسألك بحق الرسول أو بجهة الرسول؟ جاه الرسول لا يجوز هذا، هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول الكلام التالي: كان الله ولم يكن شيء، كان الله ولم تكن السماوات، كان الله ولم يكن بشر؟ هل هو من كلام الصوفية؟ وهل هذه عقيدة صحيحة؟ وهل يجوز أن أتوسل لله بهذه الكلمات؟ أما كان الله ولم يكن شيء معه، هذا حديث صحيح، كان الله ولم يكن شيء معه. وأما الزيادات هذه فلا أصل لها، نعم، تفاصيل ما لها أصل، لم يكن شيء معه هذا عام يكفي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول: نحن شباب مقيمون في فرنسا ومستقيمون على طريقة السلف الصالح، وقد بلينا بطلب الرزق فلا نجد عملا خاليا من المخالفات الشرعية، فما توجيهكم وفقكم الله؟ عليكم بتقوى الله سبحانه وتعالى حسب ما تستطيعون، فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا اتقيتم الله حسب استطاعتكم فإن الله لا يكلفكم بما لا تستطيعون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقال: لولا فلان لم يحصل هذا المشروع، إذا كان هذا الرجل سبباً مؤثراً في إيجاد هذا العمل؟ وما هو الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمه وهو في ضحضاح من النار: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ الصواب أن يقال: لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان، هذا هو التوحيد. أما لولا فلان هذا لا يجوز، لأن فلاناً مهما كان لا يستقل بحصول المطلوب، إنما هذا من الله سبحانه وتعالى وفلان سبب، فتقول لولا الله ثم فلان، فالله هو المقدر والخالق وفلان إنما هو سبب بإذن الله. نعم. وأما قول الرسول: لولا أنا، لولا أنا لكان في كذا وكذا من النار، فهذا يعد من المتشابه الذي يرد إلى المحكم، يرد إلى المحكم. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن موضوع واحد، ومنها هذا السؤال، وهو: ما قول أهل العلم وكبار العلماء في السعي فيما يسمى في المسعى الجديد، حيث إننا نريد أداء العمرة وننتظر فتوى العلماء، فما الحكم في ذلك؟ انتظروا فتوى العلماء، ما دام انكم تنتظرون انتظروا فتوى العلماء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تأخرت دورتها لمدة 3 أشهر، وعندما جاءت الدورة كانت منقطعة. نعم. يقول: امرأة تأخرت دورتها لمدة 3 أشهر، وعندما جاءت الدورة كانت متقطعة حوالي مرتين في اليوم، والدم عبارة عن دم حيض، وبمراجعة الطبيب المختص ذكر بأنه لا يوجد حمل، وسؤالها تقول: ما زال الدم مستمراً وله 3 أيام، فكيف تكون صلاتها؟ إذا كان لها عادة قبل تغير الدم، إذا كان لها عادة فإنها تجلس أيام العادة ثم تصلي ما زاد عنها، وإذا لم يكن لها عادة فإنها تجلس 6 أيام و7 أيام، غالب الحيض، غالب الحيض بالنسبة للنساء تجلس 6 أيام أو 7 أيام ثم تصلي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص ذهب من الرياض لأداء العمرة وقد عقد النية على العمرة، لكنه لم يلبس ثياب الإحرام، وعند وصوله مكة بعد يوم ذهب إلى التنعيم وأتى بعمرة، فهل عمله جائز؟ إذا كان ناوياً العمرة من الرياض أو من بلده فإنه يرجع إلى الميقات ويحرم منه، ولا يكفيه أنه يحرم من التنعيم، فإن أحرم من التنعيم صح إحرامه، ولكن يكون عليه فدية لأنه ترك واجباً وهو الإحرام من الميقات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل صلى العشاء خلف الإمام
ولم يقرأ التحيات والصلاة الإبراهيمية، فما حكم صلاته؟ رجل صلى العشاء خلف إمام، نعم، ولم يقرأ التحيات والصلاة الإبراهيمية، فما حكم صلاته؟ هذا ترك ركنا من أركان الصلاة، وكان عليه أن يأتي بركعة بعد سلام الإمام، يأتي بركعة، ولكن لما طال الوقت طال الفصل فإنه يعيد الصلاة من أولها، لأنه ترك ركنا منها ولم يستدرك في وقت قريب ويأتي بركعة، فيكون لا، هو إذا ترك الصلاة، ترك التشهد والصلاة على الرسول، ترك ركنا، لكن ما هو يجيب ركعة، يعود ويأتي بالتحيات، يأتي بالتحيات والصلاة الإبراهيمية ثم يسلم. وإذا طال الوقت ولم يفعل هذا فإنه يعيد الصلاة من جديد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المأموم والإمام في صلاة الفريضة أو النافلة يقومون بالتسبيح عند الآية التي فيها تسبيح أو يتعوذون عند آية العذاب؟ في النافلة والفريضة. يقول الفريضة لا، إنما ورد هذا في النافلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل إذا مر بآية رحمة وقف وسأل، وإذا مر بآية فيها ذكر العذاب وقف وتعوذ، هذا في النافلة، ولم يروى عنه أنه كان يفعل هذا في صلاة الفريضة. نعم. فضيلة الشيخ، الإخوان يسألون عن درس الفجر غدا، هل يبدأ من الغد؟ الأسبوع القادم إن شاء الله، يبدأ بالأسبوع القادم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تقيأ الطفل الرضيع على الثوب فهل هذا نجس يجب غسله؟ وهل قيء الكبير نجس؟ نعم، القيء نجس من الصغير والكبير، لأنه خارج من المعدة فيكون نجسا ويغسل مكانه من الصغير والكبير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص مسافر وقد تنجست ثيابه وصلى فيها خشية خروج الوقت، ثم وصل إلى مكان الإقامة وأعاد الصلاة، فهل فعله صحيح؟ إذا حان وقت الصلاة وخشي خروج الوقت وليس معه إلا ثياب نجسة ولا يقدر على غسل النجاسة، فإنه يصلي على حسب حاله ولا يعيد الصلاة، صلى على حسب حاله، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولكن يخفف الثياب ويقتصر على ما يستر عورته فقط، والذي يزيد عنها لا يخلعه من المتنجسات ويصلي بما يستر عورته وليس عليه إعادة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة المحدة أن تمسح رأسها بالزيت وأن تضع الدهانات والمرطبات للجلد؟ نعم، يجوز لها أن تستعمل ما لا طيب فيه من الزيوت والدهونات التي ليس فيها، التي ليست مطيبة، لا مانع من ذلك ولو هي محدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم شراء رخص المحل لاقتنائها بذلك؟ ها؟ ما حكم شراء رخص المحل؟ مش معنى رخص المحل؟ ما أدري. ما ندري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول علي دين وأريد أن أتفرغ لطلب العلم لانشراح صدري لذلك. عليه؟ علي دين. إيه؟ وأريد أن أتفرغ لطلب العلم لانشراح صدري لذلك، فما نصيحتكم لي في هذا الأمر؟ النصيحة أن تشتغل حتى تسدد الدين، إلا إذا سمح لك صاحب الدين أن تجلس تطلب العلم، سمح لك وأمهلك، أمهلك في دينه، لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما نصيحتكم لطالب العلم في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن والشبهات، وأصبح لأهل الباطل منابر ينشرون من خلالها شبههم وأباطيلهم؟ من هنا يتأكد طلب العلم إذا كثرت الفتن والشبهات، فيتأكد على المسلم أن يطلب العلم من أجل أن يسلم من تأثير هذه الفتن وهذه الشبهات، وأن يبين للناس ويرد على الناس، فهذا مما يؤكد على المسلمين طلب العلم للخروج من هذه الفتن.
نعم انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.